مرحبا، ان شاء الله تكونوا بخير. انا خديجه فيصل، واليوم راح نكمل شرح بماده الكلينيكال كيمستري 2. راح نبلش باول شابتر بالسكند، واللي هو الليفر فانكشن تيست. راح نتعرف فيه على الليفر ووظائفه شوي، وبشكل خاص راح نتعرف عن الفحوص اللي بنعملها للليفر والامراض اللي متعلقه فيه. بفرجيني موقع الليفر هون، اللي هو فوق الاستومك تحت الديافراغم. هون بيجي الديافراغم. خصائصه الفيزيائية، هو أكبر عضو بجسم الإنسان، بيوزن عند الولادة 150 جرام. مع نمو الجسم رح يكبر هذا الليفر ورح يوزن أتقل. عند الميل من كيلو بيوزن 1.4 كيلو لكيلو 800، وعند الفيميل من 200 جرام لكيلو 400 جرام عند الفيميل عفوا. هلأ الليفر هو كتير مهم بعمليات الأيض وعمليات الديتوكسيفيكيشن، اللي هي إزالة السموم والتخلص من المواد السامة بالجسم. موقعه نوت ستاتيك، هو غير ثابت، بيتحرك مع بحركة الديفراغم اللي هي بتكون تحت الرئتين. هون أنا رسمت لكم الرئتين مشان توضح الصورة أكثر. فهو بيتحرك للأسفل لما بيكون الإنسان مستلقي، وبيتحرك كمان للأمام. هاي هون the upper surface of the liver، اللي هي السطح العلوي من الليفر، بيتحرك upward للأمام تقريبا من 1 سنتيمتر ل10 سنتيمتر لما بيكون full expiration، اللي هي عملية الزفير متبوعة بشهيق كامل. هلا الاكسبيريشن رح يكون هيك، الديفراغم رح يكون ماخذ لجوه شوي لأنه رح تكون الرئتين فاضية من الهواء تقريبا. هلا لما بيكون inspiration اللي هو الشهيق، رح تتعبى الرئتين بالأكسجين، فرح الديفراغم رح ينزل شوي. هون بيكون أصلا الليفر، فرح ينزل معه كمان الليفر من 1 سنتيمتر ل10 سنتيمتر، رح يتحرك للأمام، يندفع للأمام شوي. كمان هون مرة بفرجيني كيف تقسيمات الليفر، الرايت لوب والليفت لوب. هون موصول بالجول بلادر اللي هي مسؤولة عن البايل سكريشن، رح نتعرف كيف كمان بالضبط. كمان هون مرة عن الليفر. هلأ الليفر أناتومي، هو على شكل، بيكون الليفر على شكل البيولز. هدول البيولز هيكساغونال ستركتورز، يعني سداسيات. هاي الليفر، هاي البيولز جنب بعض، متراصين جنب بعض وفوق بعض. هلأ هاي البيولز بتكون سداسيات، فيهم السنترال فين، ومن السنترال فين بيتفرع عنا الهيباتوسايت، هدول اللي هم خلايا الليفر وسداسي. فبكل زاوية من الست زوايا هدول بيكون عنا اللي هو هاي البورتال ترياد. البورتال ترياد فيه الهيباتيك بورتال فين، وفيه الهيباتيك ارتري، اللي هو الهيباتيك ارتري البلد بيوصل لعندها، البلد الجاي من القلب، والهيباتيك بورتال فين من الجاسترو انتستينال، الدم الجاي من السمول انتستين مثلا، وهي البايل داكت. والليفر ساينوسويدز اللي هم هدول، هاي الساينوسويدز اللي هو اتحاد الهيباتيك ارتري مع الهيباتيك فين. كمان هون مره بيوضح لي بالضبط كيف. هلا هون بفرجيني كيف العملية بتتم وكيف الدم بيصير من وإلى الليفر. نفس ما حكينا، البلد، هاي البلد طالع من الهارت عن طريق الأورطة، رح يروح 20% على الهيباتيك أرتري تبع الليفر، يوصل للليفر. 80% منه رح يروح على السمول انتستين مشان عمليات الهضم والأبزوربشن بالسمول انتستين. هلأ هذا الدم اللي جاي من القلب رح يكون مشبع بالأكسجين. الدم اللي طالع من السمول انتستين ورايح للليفر رح يكون أصلاً بور أكسجين، ما فيه أكسجين، رح يكون فقير بالأكسجين، بس رح يكون مليان بالنيوترينت اللي هو الغذاء، مشان يصير له إذا فيه شيء لهذا الغذاء فيه مواد سامة رح يصير لها تخلص بالكبد، ورح توصل عن طريق الهيباتيك بورتال فين تبع الليفر. هلأ رح يطلع الليفر البايل سكريشن ويديهم عن طريق الهيباتيك داكتس،
اللي هم رح يكونوا بالجول بلادر مخزنين عن طريق اللي هو البايل، رح يروح على السمول انتستين مشان يكمل الدايجستشن. حابة اشرح لكم شوي عن البايل داكت هون كيف بتتكون. هلأ في فراغات صغيرة بتكون بين الهيباتوسايت داخل الليفر، هاي الفراغات الصغيرة اللي اسمها انتراهيباتيك داكت بتتصل مع بعضها لتكون شيء اسمه الرايت هيباتيك داكت، هذا الرايت، ولتكون شيء اسمه الليفت هيباتيك داكت. هلأ هدول رح يتحدوا مع بعض ويكونوا شيء اسمه الهيباتيك داكت اللي هو الكومن هيباتيك داكت. هلأ شو بنستفيد من هدول التفرعات الصغيرة وبعدين بتتحد لتصير الهيباتيك داكت الليفت والرايت؟ بينصب فيهم الإفرازات اللي بيشكلهم أو بيصنعهم الكبد، وخاصة البايل سيكريشن. هلأ هدول رح قلنا رح يتحدوا ويكونوا الهيباتيك داكت. هلأ هذا الهيباتيك داكت رح يتحد مع السيستيك داكت، هذا السيستيك داكت تبع الجول بلادر، هاي الجول بلادر رح يوصلهم للجول بلادر ورح يتخزن هون اللي هو البايل، رح يتخزن بالجول بلادر. تمام، لما أنا بحتاج هذا البايل بيروح عن طريق الكومن بايل داكت هاد ليوصل للسمول انتستين. هاي العملية ببساطة. طيب هلأ هون بدي أتعرف على الفانكشن تبع الليفر، نكبرها. الليفر هو أكبر، حكينا هو أكبر وتقريبا هو من الأعضاء الداخلية المعقدة بالجسم جدا. All blood flow from intestine and pancreas reaches liver via portal venous system. الليفر هو multifunctional organ. الفانكشنز لإله، أول وحدة اللي هي الميتابوليك، بيعمل ميتابوليزم للكربوهيدرات، للليبيد، للبروتين، للماينرال وللفيتامين. كمان هو وظيفته إخراجية مثل اللي هو بيكون البايل. البايل بيتكون بايل بيجمنت والبايل سولتس والكوليسترول، بيتصنعوا بيكونوا لي بايل وبيروح على الانتستين مشان يعمل بيساعد بالدايجستشن للليبيد بالسمول انتستين او بالانتستين. كمان وظيفته حمايه بروتكتيف او ديتوكسيفيكيشن حكينا، عن طريق الكفر سيلز اللي موجودين بالليفر هما بيعملوا فاجوسايتوسيس واليمينيشن للفورين كومباوند. مثل الأمونيا وهي سامة جدا للجسم تتحول لليوريا وهي أقل سمية. يعني هلأ كل المواد اللي بتمتص بالغاسترونتستينال تراكت لازم إنها تمر بالليفر مشان تمنع أي توكسيك أو مادة ضارة إنها توصل للسيستميك سيركيوليشن. كمان بيعمل كليرنس لبعض الهرمونات أو للهرمونات كاملة مثل الأنسولين، الباراثايرويد هرمون، الاستروجين. كمان له علاقة بالهيماتولوجيكال اللي هو لما بيكون بحالة المرحلة الجنينية الليفر هو اللي بيكون البلد. كمان سينثيتك فانكشن بيصنع بعض بروتينات البلازما اللي هم الألبومين، البروثرومبين، وكمان بيصنع الهرمونات، بعض الهرمونات. كمان بيعمل ديستركشن للار بي سيز، وبيتكون بسبب ديستركشن للار بي سيز هاد رح يتكون عنا البليروبين ورح نفصل فيها هاي لقدام شوي. كمان وظيفته تخزينية، بيخزن الجلايكوجين، حكينا بما فيه الكفاية عن الجلايكوجين كيف تخزينه بشابتر الديابيتس. كمان بيخزن الفيتامينز الـ A والـ D والـ B12. بيصنع بعض الانزيمز وهم بيكونوا ماركرز للليفر دامج، رح نتعرف فيهم كمان لقدام شوي. انه كل ما صار في دمج بالليفر رح يصير في عندي انزيمات معينة تدللني على امراض معينة بالليفر. طيب هلأ بدي يحكي لي عن الاستخدامات الفحوص اللي أنا بعملها للليفر. أول شيء سكرينينج، وأصلاً هدول الليفر فانكشن تيست هم يعني they are non-invasive yet sensitive screening modality for liver dysfunction. يعني مقصود بشكل عام إنه هو هاد يعني هو وسيلة غير حساسة أو عملية لنقيس وظائف الكبد. Pattern of disease، إنه أنا بتابع المرض بيساعدني إنه مثلاً أفرق بين الأكيوت، بين الكولستاتيك وبين الكرونيك ليفر ديزيز.
يعني انه بشوف نمط المرض كيف صار، لساته اكيوت ولا صار كرونيك ولا صار في عندي كولستاتيك وهيك. الاسسيفيريتي كمان انه بيساعدني لاقيس او لاتوقع حدة المرض اللي راح يصير، مثل مثلا البرايمري بيلاري سيروسز، طبعا هاد اذا ما تعالج راح يصير مليجنت لقدام. مثلا فولو اب، المتابعه اللي هو عن طريق اني اتابع بعض امراض الكبد واقيم الريسبونس اللي للتريتمنت او للثيرابي اللي بياخذها المريض، مثل مرض الاوتو اميون هيباتايتس. في مشكلة أو في قيود أو حدود limitations بالliver function test، إنه ممكن يصير في lack sensitivity، يعني أنا أفقد sensitivity لهذا التست. طيب كيف؟ إنه ممكن يكونوا هدول liver function test يعطوني نتائج normal طبيعية ببعض أمراض الكبد، مثل cirrhosis، non-cirrhotic portal fibrosis والcongenital hepatic fibrosis. هاي مشكلة طبعا. ممكن كمان نفقد specificity اللي هو انه ما اعود اميز بين امراض الكبد بالضبط لشو هاد، مثلا كان مرتفع عندي او كان مرتفع الAST اللي هو الامينو ترانسفيريز، ممكن ان يكون مرتفع، فهاد يا اما بيكون في مشكله بالكاردياك يا اما بيكون مشكله بالهيباتيك، او مثلا الالبومين انه يكون ديكريزد ناقص، كمان هاد بيصير ديكريزد الالبومين في حالات الكرونيك ديزيز او في حالات النيفروتيك سيندروم. يعني ممكن يكون شيء مشكله بالليفر او مشكله بالكدني، فبفقد السبيسيفيسيتي هاي. هلا بيصنف لي هاي الليفر فانكشن تيست، فحوصات الليفر بنصنفهم على ثلاث شغلات رئيسيه. فحوص بتقيس لي الكاباسيتي او قدره هاد الليفر انه ينقل الاورجانيك انايونز and to metabolize drugs، وانه يعمل متابوليزم للدراجز للادويه. الفحوص اللي بتنتمي لهذا الصنف اللي هو السيرم باليروبين، اليورين باليروبين، واليوريبيلونيجين. هلا رح نتحدث فيهم بشكل اكثر ومفصل اكثر. كمان في فحوص بتقيس لي او بتعمل ديتكت للانجري تبع الهيباتوسايت، مثل اللي اخذناهم باللاب الاي اس تي والاي ال بي اللي هو الالكالين فوسفاتيز، الالفا جلوتاميل ترانس بيبتايديز اللي هو الجي جي تي، والفايف نيوكليوتايديز هذا ما اخذنا رح ناخده هلا، والليوسين امينو بيبتايديز. وكمان في فحوص بتقيس لي البايوسينثيتك تبع الليفر اللي هو قدرته على انه يصنع المكونات الحيويه، مثل البروتينز، الالبومين، البري البومين، السيرم، سيرو سيريولو بلازمين وإلى آخره. راح نفوت بالشغلات اللي بتهمنا أكتر بالمادة، اللي هو أول شي راح نشوف فحص السيرم بيليروبين وشو هاد البيليروبين. طيب راح نفصل انه كيف اجى هذا البيليروبين. عندنا ار بي سيز، هاي الار بي سيز لما بصير لها ديستركشن بعد ما تعيش 120 يوم، فيها هي الهيموغلوبين اللي هو الناقل للأكسجين، هذا الهيموغلوبين رح يصير له ريليز. الهيموغلوبين رح يتحطم لهيم ولا جلوبيولين. هلأ هاد الجلوبيولين اللي هو رح يكون هيموغلوبيولين وآيرون. هلأ هاد الآيرون رح يصير له ريوز، رح يعاد استخدامه بالجسم، اللي هو رح يرجع يتخزن بالسبلين ورح يرجع يساعد بتكون الار بي سيز الجديده. الجلوبيولين اللي هو رح اصلا هو بروتينز، فرح يصير له بريك داون او يتحلل امينو اسيدز، كمان رح يعاد استخدامهم هذول الامينو اسيدز. اما الهيم رح يتكون منه البيليروبين، واللي هو اصلا ويست برودكت، فالويست برودكت الرئيسي تبع الهيم هو البيليروبين. طيب رح نشرح شوي عن طريق انه كيف بيتكون البيليروبين على الرسمة احسن.
رح تكون أوضح الصورة. هلأ هدول الريتيكيلو إندوثيليال سيلز مثلا السبلين رح يعملوا هيموغلوبين بريك داون، رح يتحطم الهيموغلوبين، رح ينتج عندي حكينا البيليروبين. تمام، هلأ هذا البيليروبين بيكون unconjugated، يعني شو بيكون؟ indirect. فلما بيكون هاد ال indirect بيليروبين هاد بيكون insoluble in water، فلازم انه يصير سولوبل. كيف بده يصير سولوبل؟ انه يرتبط بالالبومين. لما ارتبط بالالبومين هو ضل unconjugated، اسمه indirect. تمام؟ indirect، فهو ارتبط بالالبومين. طيب ليش ارتبط بالالبومين؟ مشان يقدر انه يصير سوليبل. هلا هاد حجمه كبير ما بيقدر يروح على الكلية ويصير السكريشن وخلص، لا بيروح على الليفر. هلا بالليفر رح يرتبط الانكونجيجيتد هاد رح يرتبط بشيء اسمه الجلوكورينيك اسيد. هلا رح نشوف مكتوب بالسلايد. هلا لما ارتبط بالجلوكورينيك اسيد رح يتحول لكونجيجيتد بيليروبين اللي هو الشكل الدايركت من البيليروبين. تمام، هلا فصار كونجيجيتد بيليروبين، فهون صار ووتر انسولوبل. هلا لما صار ووتر انسولوبل بيقدر يروح على الكليه او بيقدر يروح، خلينا نحكي على سمول انتستين. تمام، فهذا الكونجيجيتد بيليروبين رح يوضع بالفلويد بايل او البايل سكريشن اللي حكينا عنهم كيف بيتكونوا، اللي هو بيكونهم اصلا الليفر. فهم رح يروحوا ينصبوا بالبايل داكت. هاي البايل داكت اصلا بتكون موصوله حكينا بالسمول انتستين. هلا لما وصلت على السمول انتستين هذا الكونجيجيتد بيليروبين، في بكتيريا اسمها الجت بكتيريا رح تحوله لستيريكوبيلونيجين. هذا الستيريكوبيلونيجين طبعا هذا رح يروح بعض منه يروح على اللارج انتستين ويصير له سكريشن مع الفيسز واللي هو بيكون مسؤول عن البراون كولورد للفيسز، وبعض منه او الجزء الاكبر رح يروح على يرجع للكبد ويصير له ابزوربت هون، وكمان في جزء منه رح يروح للكدني ويتحول لليورو يصير اسمه يورو بيلونوجين. هذا اليورو بيلونوجين رح يطلع مع اليورين ورح يكون هو مسؤول بشكل جزئي عن لون اليورين. نرجع للسلايد نشوف شو مكتوب فيها. بيليروبين انديجينوس انايون، يعني هو بشكل داخلي بيتكون من الهيموغلوبين ديجراديشن من الار بي سيز، بيتصنف او بيتقسم لدايركت واندايركت. حكينا دايركت اللي هو كونجيجيتد، يعني ما بيكون مربوط بالالبومين. الدايركت ما بيكون مربوط بالألبوم، بيكون conjugation with sugar اللي هو حكينا الجلوكورينيك أسيد. الاندايركت اللي هو unconjugated بيرتبط فيه الألبوم مشان يصير soluble ويقدر يروح على الكدني إلنا أو على السمول انتستين. are based on the original van der Beek method. كيف من قيس البيليروبين؟ عن طريق هاي الميثود اسمها هيك شطبتها. تمام، هلا البيليروبين transport and conjugated in the hepatocyte، بصير له conjugation بالهيباتوسايت بالليفر حكينا. كمان the generally accepted reference range of for normal plasma bilirubin concentration in healthy persons، ال normal range إنه يكون 95% of all individuals value، إنه يكون من 1.7 ل 17.1 international، يمكن هاي أو ما بعرف per liter، بس كنا نأخذها international نحنا بالله. طيب بيليروبين is derived from hemoglobin and the cytochrome، وهذا cytochrome هو بروتينات بيحتوي على الهيم، كأنه هو كوفاكتور بيكون الهيم هون. هاي اللي قلت لكم عنها انه هو بيصير له conjugation مع الجلوكورينيك اسيد فهو بيصير اسمه دايركت. كلا الدايركت والاندايركت بيكونوا موجودين بالبلازما. الكونجيجيشن هو ووتر سوليبل والانكونجيجيشن بيكون انسوليبل، فهو بيرتبط بالالبومين مشان يصير سوليبل او يقدر يروح على الليفر. البيليروبين از نيوروتوكسيك، هو سام توكسين.
and if its levels rise too high in a new net, ممكن يكون كتير مرتفع بالنيو نت بس بشكل permanent. لما بيكون مرتفع بالنيو نت اذا ضل permanent بشكل دائم ممكن انه يعمل brain damage، فلازم يتعالج الطفل الصغير لما يكون في عنده مرتفع البليروبين. البيليروبين ميتابولايتس مسؤولة عن البراون كالوريشن اوف فيسز. البيليروبين بالجوت اللي هي السمول انتستين، في عنا بكتيريا حكينا بتفرز شيء اسمه الستيروكولو بينوجين، وبصير لها partially reabsorbed and re-excreted in the urine as urobilinogen. تمام، البيليروبين هاد بيتحول لستيروكولوبينوجين او يوروبيلينوجين. الستيروكولوبينوجين بيطلع بالفيسز واليوروبيلينوجين بيطلع باليورين، بيتحول عن طريق بكتيريا موجوده بالجوت. يورين ما بي ديب اورنج كلرد لما بيكون كتير مرتفع الكونجيجيتد بيليروبين، فاليورين بيكون كتير لونه غامق. طيب هلا حالات ارتفاع البيليروبين، اول حاله الهيمولايسيس اللي هو تكسر للهيموغلوبين بشكل كبير، increased hemoglobin breakdown produces bilirubin، رح ينتج عندي بيليروبين كتير عالي بس الليفر عنده قدره يعني overloads كتير كبيره انه يعمل conjugation، بس رح يضل نسبه ضئيله رح تضل اصلا بالسيرم رح تكون unconjugated. ففي حالة الهيمولايسيس رح يكون مرتفع عنا الانكونجيجيتد، والانكونجيجيتد هايبر بيلي روبينيميا هاي بتكون شائعة أكتر شيء بالبيبي. فبهي الحالة حكينا بيرتفع الانكونجيجيتد وبيكون أصلا هو مربوط أو بايندز تو ألبومين، فما رح يقدر يروح على الكيدني ويصير له سكريشن باليورين، فرح يضل بالسيرم نسبة ضئيلة يعني بس رح تكون مرتفعة في حالة الهيمولايسيس. طيب الحالة الثانية اللي هي الليفر ديس أوردرز اللي هي هيباتيك، أما هاي تصنف من البري هيباتيك يعني لسه ما قبل الليفر. عنا هون الهيمولايسيس يعني قبل الليفر، يعني هي المشكلة عنا بالآر بي سيز عم بصير لها تكسر بشكل كبير عالي لمشكلة ما مثل الهيموليتيك أنيميا مثلا. الليفر ديس أوردرز اللي هو المرض بيكون بالهيباتوسيلولر يعني بالهيباتوسايت تبعت الليفر، بالسيلز تبع الليفر هي عم تفشل انه تعمل كونجيجيشن للبيليروبين فرح يرتفع عنا البيليروبين. او في حالة الثالثة اللي هي الابستركشن ان ذا بايلوري سيستم اللي هو الكولوستاتيك، هي الحالة اسمها كولوستاتيك اللي هو بالعربي الركود الصفراوي، بيكون عنا ابستركشن انسداد بالبايل داكت يا اما بالاكسترا هيباتيك يا اما بالانترهيبيتك. هلا الانترهيبيتك اللي حكيت لكم عنها بتكون داخل الليفر، هدول اللي بيكونوا متفرعين داخل الرايت وداخل الليفت وبعدين بيندمجوا ليصيروا الكومن بايل داكت. هلا الكومن بايل داكت هو الاكستراهيبيتك بايل، الانترهيبيتك هدول اللي بيكونوا الصغار اللي بيكونوا بين الهيباتوسايت. بيقول لي انه الانترهيبيتك بايلوري ابستراكشن هو ماتش مور ديفيكولت، يعني هو اكثر صعوبه للتشخيص من الاكستراهيبيتك طبعا، يعني اصلا لانه هم رح يكونوا كتير صغار وجوا الليفر فرح يكونوا اكثر صعوبه للتشخيص. فهون يعني بيفشل انه الهيباتوسايت انها تحول الانكونجيجيتد بيصير عنا منع انه يتدفق الكونجيجيتد من الليفر للبايل كانكولاي، فرح يتجمع عنا البيليروبين ورح يصير في عنا شيء اسمه الكولوستاتيك اللي هو الصفار بالعامية بنحكي، لانه رح يفشل البايل انه يروح على الانتستين ويصير له اكسكريشن او سكريشن بالستول او باليورين، وبهي الحاله رح الستول يفقد السورس اوف نورمال بيجمنتيشن. طيب هون بيرجع بيحكي لي انه كيف الريد سيلز بتكون هي سنسيت
يعني بتكون حساسة، فبصير لها بريك داون أو انتهى يوم انتهى عمرها، فبصير لها بريك داون للجلوبين للأيرون للهيم. هلا بيهمني أكتر شيء إنه الهيم بيتحول للبيليروبين. هذا البيليروبين بيكون unconjugated insoluble، فمشان يصير soluble بيرتبط بالألبومين، فبيرجع بيروح بيصير له أبتيك بالهيباتوسايت، بيصير بيرتبط بالجلوكورينيك أسد مشان يصير conjugated اللي هو الدايركت، وبعدين بيطلع على الانتستين عن طريق البايل دكت. بهاي الرسمة راجع شارح لي بالتفصيل شو بصير، انه هذا الجلوبين بيرجع بيتحلل لمكونات الأساسية اللي هو الأمينو أسيد، الهيم البيليروبين، هاد الانكونجيتد بيرتبط مع الألبومين بصير له أبتيك بالليفر، هذا الليفر بيعمل له كونجيجيشن بيربطه مع الجلوكورينيك أسيد مشان يصير كونجيجيتد بالليروبين، ويقدر انه يطلع للبايل دكت. هاي الجول بلادر بتكون مخزن البايل، وهاد الليفر هون بيصب فيه الكونجيجيتد بيليروبين، بعدين بالبايل بريك داون باي جوت بكتيريا بيتحول ليوروبيلينوجين. حكينا اليوروبيلينوجين بيرجع بيروح لل بصير له ابزوربشن وبعدين بيخرج بري ابزوربشن وبيرجع للكبد، ومن الكبد بيرجع بيروح للكدني وبصير له اكسكريشن باليورين. اما الجزء الثاني من البيليروبين اللي هو تحول عن طريق الجت بكتيريا اللي هو الستيروكوبيلينوجين رح يطلع عن طريق الفيسز. خلصنا من السيرم بيليروبين، هلا رح نحكي عن اليورين بيليروبين. بيقلني وجود البيليروبين باليورين بيأشر لي على أمراض الهيباتوبيلاري مثل الأوبستراكشن اللي هو الانسداد بالبايل دكت. هلأ هون بيحكي لي لأنه الانكونجيجيتد باليروبين هو مربوط مع الألبومين بشكل قوي، هو not filtered by the glomerulus بالكدني، ما بيقدر يتفلتر لأنه هو رح يكون كبير مربوط بالألبومين، والألبومين هذا بروتين وتقيل، الكلية ما رح تقدر تفلتره، فهو ما رح يكون موجود باليورين بأي حالة من الحالات، فقط في حالات انه رح يكون في كدني ديزيز. اما في حال انه يكون في سبب بالليفر، لا ما رح يكون بسبب انه في مرض بالليفر رح يكون موجود الانكونجيجيتد باليروبين باليورين، لا. تمام، فرح يكون مين اللي مرتفع بال يعني البيليروبين التوتال اللي هو كونجيجيتد وان كونجيجيتد، فرح يكون اكتر شيء مرتفع الكونجيجيتد. هلا نحن باللاب بنقيس التوتال وبنقيس الكونجيجيتد، ومن خلالهم نقدر نطلع الاندايركت اللي هو نطرح الدايركت من التوتال ونطلع الاندايركت. تمام، فهون بيقول لي انه وجود اليورين البيليروبين باليورين بيأشر لي انه في عندنا هيباتوبيلاري ديزيز. هلا يعني مثلا يكون في عندي انسداد بالبايل داكت، فما رح يقدر هلا صار له البيليروبين صار له كونجيجيشن بالليفر وتمام، بس انه ما رح يقدر يروح للسمول انتستين واللارج انتستين، فشو رح يعمل هذا الكونجيجيشن؟ ما رح يلاقي طريق الا انه يرجع عن طريق الدم ويتفلتر بالكلية. تمام، هلا لما تفلتر بالكلية رح يطلع مع اليورين ورح يطلع بكميات كبيرة لانه في عنا هيباتوبيلاري، فما رح ما عم بيصير له ما عم يسلك الطريق الصح، فرح يرتفع باليورين. وكمان انه ممكن كمان يرتفع الكونجيجيتد بالليروبين بالسيرم، وهذا الشيء وين بنلاقيه؟ بس بالهيباتوبيلاري ديزيز. تمام، لانه هو طريقه مسدود فما رح يقدر يطلع عن طريق البايل داكت ويروح على السمول انتستين واللارج انتستين، فرح يرجع للكبد ويصير له ري ابزوربشن، ورح يرجع للبلد ويرجع يروح للكدني ويصير له فلتره. هلا بهي الفقرة عم يشرح لي عن حالة الأكيوت فيرال هيباتيتس. ليش الأكيوت فيرال هيباتيتس اللي هي يعني not chronic لسه مو مزمنة،
فهون بهذا الأكوت فيرال هيباتيتس بكون في التهاب بالكبد، بس لسه الكبد يعني فيه قادر انه يعمل كونجيجيشن للبيليروبين، بس انه مو بالشكل التام بالشكل الصحيح. بس الكونجيجيشن بروسيس يعني مو كلها رح تتعطل. فكمان بيحكي لي هون انه الرينال ثريشولد بالكدني للكونجيجيتد بيليروبين كتير قليلة جدا. شو يعني انه لما بنحكي هيك انه الرينال ثريشولد فور كونجيجيتد بيليروبين از لو، يعني الكمية اللي ممكن انها تظهر باليورين للكونجيجيتد بيليروبين لازم انها تكون قليلة جدا، واذا زادت عن هاد الحد انه تكون قليلة جدا ممكن انه يكون في مرض موجود بالليفر. تمام؟ بحكي لي انه اللابوراتوري ميثودز كان ديتكت لو ليفلز اوف بيليروبين ان يورينز عن طريق الستريبس. هلا الستريبس يوريناري بتقدر تقيس لي كميات كتير صغيره من البيليروبين، انه هي كتير حساسه فبتقدر انها تشوف لي انه في موجود بيليروبين لو كان كتير قليل باليورين. فالكونجيجيتد بيليروبين ممكن انه يكون باليورين موجود ونقدر نقيسه عن طريق الستريب، او الستريب هي بتكون كتير حساسة لإله، بس بالسيروم يكون نورمال. بهاي الحالة بدلني انه في early acute viral hepatitis، يعني بقدر اكشف كشف مبكر عن الفيرال hepatitis بهاي النتائج اللي بتطلع معي، انه يكون نورمال بالسيروم بس يكون طالع شوي باليورين. تيست ستريبس ام برجنيتد with هذا الديازوري ايجنت are easy، كتير سهلة للاستخدام، وبتقدر انها تقيس كمية قليلة من البيليروبين بتوصل لواحد لاثنين ميلي مول بير ليتر، فهي high sensitivity of bilirubin. هلأ خلينا نحكي عن اليوريبيلينوجين اللي هو بيكون موجود باليورين. ارتفاع اليوريبيلينوجين باليورين هو مؤشر حساس للهيباتوسيلولار ديسفانكشن، بدلني انه في مشكلة بالليفر، خاصة الالكوهوليك ليفر دامج اللي هو الدمج الناتج عن شرب الكحول، والكومبنسيت الكومبنسيتد سيروسز. هلا في السيروسز بينقسم لكومبنسيتد وان كومبنس او دي كومبنسيتد. هلا الكومبنسيتد ما بيكون في عنده المريض اعراض، الليفر بيكون ما يزال انه عم يشتغل بس مو هذيك ال مو هذاك الشغل الصح، فبيكون لسه في عنده enough healthy cells، يعني لسه خلايا عم تشتغل بشكل منيح وكافية لتعوض الخلايا المتضررة. وكمان بيرتفع اليوريبيلينوجين باليورين بحالة malignant disease of the liver، والمالجننت هاد بس بيكون الكانسر بالسيلز اوف ليفر، نادرا انه ما ينتشر للسيلز المحيطة بالبايل او بالبلود فيزلز. تمام؟ هلا كمان ممكن انه يظهر بالفيرال هيباتايتس. حكينا انه البيليروبين بالفيرال هيباتايتس بالمراحل المبكرة ممكن انه يظهر باليورين بس بيكون بالسيرم نورمال، فهذا بدلني انه early acute viral hepatitis. كمان بيكون علامة مميزة ارتفاعه بحالات الهيموليسيس. كمان شغلة، هلا لما بيكون فقد كامل لليوريبيلينوجين ما بيكون ابدا مو موجود لا بالستول ولا باليورين، معناته هون كومبليت بيلوري اوبستراكشن، يعني انسداد كامل للبايل داكت. هلا رح نحكي عن الجوندس اللي هو الصفار بالعاميه، وهو بيكون اللون الاصفر بالسكن وبالبياض العين. Due to the bilirubin concentration in plasma is much greater than normal، بيكون كتير عالي عن الوضع الطبيعي البيليروبين، تقريبا أكثر من 34 مايكرو مول بير ليتر. شو أسباب الجوندس؟ ملخص لي ياهم دكتور برسمة. الهيموليسيز اللي هو التكسر للدم بشكل غير طبيعي، مثل الأكورد أوتو أميون هيمولوتيك أنيميا اللي هو بيكون في عندي أوتو أميون ديزيز وعم الجسم نفسه عم بيحارب الـ RBCs تبعينه،
أو drug induced مثل مثل الدوبا، أو congenital spherocytosis اللي هو في حالة إنه ال RBCs بتكون بشكل دائرية بشكل دائري، فالسبلين بحس إنه هاي abnormal RBCs فبصير يكسر فيهم، بصير في عندي hemolysis RBCs. كمان ممكن تكون المشكلة hepatocellular، دخل توكسينز على الليفر فما عم يعمل conjugation منيح للبيليروبين، فبيصير في فبيتجمع البيليروبين الانكونجيجيتد بيجمع بالدم او بالبلازما، بصير في عندي جوندس، او في حالة الانفكشوس، او في حالات الكولستاتيك اللي هو السيروسز مثلا، التليف بالكبد ممكن كمان يرفع البيليروبين. التيومر برايمري اللي هو المالجنت، تيومر برايمري يعني مالجنت، او الميتاستاسيز اللي هو تيومر بس بينتشر باكثر من عضو، او بيكون جاي هذا التيومر من عضو تاني يعني مو مصدره الليفر سيلز، تمام. او اما التيومر برايمري هو المالجنت اللي هو حكينا، بس بيكون بس الكانسر بالليفر، أو بيكون غولستونز اللي هو انسداد بالبايل دكت. ارتفاع بالجوندس هو ارتفاع بتركيز البيليروبين بالسيرم. كتير مهم بالنيونات انه نحدد قديش تركيز الانكونجيجيتد بيليروبين. In adults the most common cause of jaundice of obstruction is obstruction and this is confirmed by the elevation of both bilirubin and alkaline phosphatase. تمام؟ يعني بحكي لي إنه الobstruction هو من أهم الأسباب اللي بتسبب الجوندس بالأدلت، وبقدر إني أكشف أو أثبت أو أتأكد إنه هذا الجوندس بسبب الobstruction إنه أقيس البيليروبين والالكالين فوسفاتيز. هلأ رح نعرف شو الALP ورح نحكي عنه بالتفصيل. فأنا بقيسهم، إذا بيكونوا مرتفعين الاثنين معناته بيكون الجوندس سبب الأوبستركشن بالبايل دكت. هلأ رح نجي على الإنزيمز اللي بيتعلقوا بالليفر فانكشن واللي موجودين بالسيرم. أول واحد اللي هو الأمينو ترانسفيريز. هلأ الأمينو ترانسفيريز هو بينقسم لـ AST و ALT، والـ AST اللي هو أسبارتات أمينو ترانسفيريز، والـ ALT اللي هو الألانين أمينو ترانسفيريز. هدول الانزيمز بيحملوا يعني الـ AST مثلا هو بيحمل الاسبارتات، والـ ALT هو بيحمل الألانين. هاي هدول بيحملهم، هدول أمينو أسيد طبعا، الاسبارتات والألانين هم أمينو أسيد، فبيحملهم داخل هدول التيشو ليعملوا عمليات معينة أو ليعملوا acceleration of metabolism، يعني خلينا نحكي هيك تقريبا. هدول موجودين بكتير تشو، منهم الهارت، السكيلتال مسل، الكيدني، والبرين، وبالإضافة للليفر. الAST والALT بيرتفعوا تقريبا بجميع أمراض الليفر، الفيرال، الهيباتيتس، الأوبستركتيف جوندس، والليفر سيروسيس. هلا ارتفاع هدول الانزيمز مو دائما بيعطوني الايفنتشوال اوتكم يعني النتيجه النهائيه بالضبط، بالرغم من انهم هدول اكثر شيء بدللوني يعني لما بيرتفعوا انه في عندي هيباتوسيلر نيكروسيس، في عندي مشكله بالهيباتوسيلر نفسها موت لها. خلينا نبلش بالALT. The test is primarily used to diagnose liver disease to monitor the course of treatment of for hepatitis، لأشخص الليفر ديزيز، لأعمل كورس أو إنه أقيم شو بده دواء بالهيباتيتس المريض، active post necrotic cirrhosis، كمان إنه أشوف تأثير للدراج ثيرابي. The level of ALT abnormalitis is increased in conditions where cells of the liver have been inflamed or undergone cell death. يعني عم بصير لها apoptosis بشكل abnormal أو إنها بتكون inflammation هاي cells. فهاد بشكل خاص للcells تبع الليفر. فلما بصير هاي السيلز دامجد بتتدمر، هاي الـ ALT بتطلع للبلد ستريم فبتسبب ارتفاع بالسيرم.
اي دمج بالهيباتكسل ممكن انها ترتفع الاي ال تي. ممكن انه عن طريق الاي ال تي ممكن انه نحدد مو وممكن انه ما نقدر نحدد درجه السيل ديث او الانفلاميشن تبع الهيباتوسايت. هلا الاي ال تي هو ذا موست سنسيتيف ماركر، هي مهمه انه هو الموست سنسيتيف ماركر للسيل دامج. ال تي ديفرينشيتد بين هيمولايتيك جوندس اند جوندس دو تو ذا ليفر ديزيز، فهو لما بيكون مرتفع راح يكون الجوندس سببه ليفر ديزيز. يعني لما بيكون مرتفع ال ال تي سببه انه في مرض بالليفر او سيل دامج. اما الجوندس اللي بتكون سببها هيمولايتيك انه ما راح تكون مرتفعه ال ال تي، لانه اصلا الجوندس مو سببها الليفر ديزيز، سببها الار بي سيز عم بصير لها تحطيم بشكل غير طبيعي. هاي الحالات اللي بيرتفع فيها ال ال تي. اهم شيء بالهيباتوسيلولار ديزيز، بالميتاستاتيك ليفر تيومر، وفي حالات الفيرال والانفكشن والتوكسيك هيباتايتس. بحاله والانفكشوس مونوكلوسز، بحاله السيروسز والابستراكتيف جوندس بيرتفعوا، بس احيانا كمان بيكونوا نورمال. يعني ال ال تي احيانا بيكون نورمال بهي الحالات، واذا ارتفع بيرتفع مايلد يعني مو كتير. بنيجي لل اي اس تي اللي هو الاسبارتيت امينو ترانسفيريز، كمان بيدللني انه في دمج بالهيباتيك سيلز، بس هو less specific for liver disease. The most specific لل cell damage of liver ال ALT. ممكن كمان ارتفاعه يدلل انه في myocardial infraction او muscle disease، لانه ال AST موجود بالهارت، تمام؟ اما ال ALT موجود بشكل خاص او نسبته بالليفر كتير كبيرة مقارنة بال AST. ال ALT اما ال AST ممكن انه يكون موجود بالليفر وبالهارت، يعني موجود بنسب متساوية بالهارت وبالمصل وبالليفر، فارتفاعه ما رح يدللني بشكل خاص انه المشكلة بالليفر، لا ممكن تكون myocardial infraction او muscle disease. Not specific for liver as the ALT، هو مو specific مثل ال ALT للليفر. بنعمل ريشيو بين ال ALT وال AST، بيساعد الفيزيشن انه يقيم ال etiology of liver enzyme abnormalitis. Viral hepatitis، المونونيوكليوسيز اللي هو الابشتان بار فيروس لما بيدخل للجسم، والاكيوت هيباتوتوكسيسيتي يعني في توكسين بالهيباتوسايت. show elevations in ALT that are equal to or greater than AST elevation. يعني بهاي الحالات رح يكون ال ALT مساوي أو أكبر من ال AST. فلما أعمل الراتيو اللي هو الراتيو دائما AST على ALT رح يكون أقل أو يساوي الواحد. فلما بيطلع الراتيو معي ال AST على ال ALT أقل أو يساوي الواحد، بشك بهاي ال conditions. اما لما بيكون ال ALT هو اقل من ال AST، فراح يطلع عندي الريشيو اللي هو ال AST على ال ALT اكتر من واحد، بشك بالالكوهوليك ليفر ديزيز او سيروسز او باسيف كونجكشن او البايل دكت اوبستركشن او الميتاستاتيك تيومر اللي هو انتشار السرطان من عضو او نسيج لعضو اخر ما له اتصال مباشر بالعضو الرئيسي. نيجي لإنزيم جديد اللي هو الألكالين فوسفاتيز اللي هو الـ ALP، موجود بالليفر بالبون بالبلاسينتا والإنتستين. هلأ هون رح أقدر يعني رح أشك بالبون ديزيز مقارنة مع الإنزيم الثاني اللي رح يجي بعد اللي هو الجي جي تي. هلأ رح نقدر نربطهم ببعض مثل ما قدرنا نربط الـ ALT والـ AST، وحكينا إنه هو الـ ALT هو أكتر سبيسيفيك. هون رح نشوف للليفر، هون رح نشوف بين الـ ALP والـ ALP والـ GGT مين هو specific أكتر للليفر.
ال بي هو موجود بشكل رئيسي بالليفر بالبايل كانكولاي اللي حكينا عنهم بأول الشابتر، فهو رح يكون أكتر شيء يعني ال بي بيدللني على وجود الكوليستاتيك اللي هو obstruction بالانترا أو الإكسترا هيباتيك. خلينا نشوف ارتفاع ال بي activity بالليفر ديزيز ناتج عن ارتفاع تكونه هذا الانزيم by cells lining the bile canculi. تمام، يعني لما بيكون كتير مرتفع هاد ال ALP معناته عم بيتكون بشكل غير طبيعي او عم بيتراكم بالبايل canculi، فهاد بيدللني انه في عنا كولستاسيز اللي هي يعني obstruction بالبايل داكت، يا اما بتكون انترا او اكسترا هيباتيك، وحكينا شو يعني انترا وشو يعني اكسترا. هلا لما بيكون مرتفع يعني فوق النورمال بمرتين ضعفين بيدللني انه في عنا كولستاسيز. Also an increase in infiltrative diseases of the liver when space occupying lesions, tumors are present. كمان ممكن انه يرتفع في حالات التيومرز مثلا او لما بيكون في تقرحات بالليفر. Growing bones need ALP. نمو العظم بيحتاج ALP. فعند الأطفال أو عند التين ايجرز رح يكون الـ ALP مرتفع بس ضمن النورمال، يعني هلأ النورمال رينج للتشيلدرن والتين ايجر بيختلف عن النورمال رينج عند الأدلت. تمام، لأنه هذا الـ ALP العظم بيحتاجه لنموه بشكل يعني العظم هذا بيحتاج لهذا الإنزيم لينمو، فرح يكون بشكل طبيعي عالي. Increased serum ALP by osteoblast rapid growth of bone. فالosteoblast rapid growth اللي هي هاي الosteoblast هي الخلايا اللي بتكون موجودة بالبون، هي أصلاً اللي بتصنع العظم. فلما بتكون rapid growth يعني سريعة بالنمو في حالات الgrowth النمو، حكينا بالchildren والteenager، في حالات الhealing of fractures اللي هو عم العظم عم بيكون حاله أو عم بيعمل healing في حالات الكسور، أو bone cancers أو budget disease وهو مرض بيصير سمك بالعظام مع ضعف شديد بالعظم، والrectus اللي هو كساح الأطفال، فرح يكون مرتفع الALP. For pregnant women ALP is produced by the placenta، كمان موجود بالبلاسنتا، فكمان رح يكون مرتفع، كمان رح يكون ضمن النورمال، فارتفاع ضمن النورمال بالبريجنانت وبالجروث بس، أما الباقي رح يدلني على شغلات تانية ارتفاعه. الجروث اللي هو لما بيكون adult أو teen ager الجاي يفحص هذا الإنزيم. ALP from the intestine is increased in a person with inflammatory bowel disease such as ulcerative colitis. كمان ممكن إنه يرتفع عند الشخص اللي عنده التهاب أمعاء مثل ulcerative colitis. الجاما glutamyl transferase اللي هو GGT is used by the body to synthesize glutathione tripeptide، بيستخدمه الجسم ليكون glutathione tripeptide present in liver والكدني والبنكرياس والانتستين، بس مو موجود بالبون، فهو هذا الجي جي تي هو رح يكون more specific للليفر ديزيز من الـ ALP. elevated levels ارتفاعه أكتر من 10 لـ30 international per liter ممكن أنه يكون بالchronic alcoholism، بالpancreatic disease، بالmyocardial infarction، بالrenal failure، بالchronic obstructive pulmonary disease، وبالdiabetes mellitus. In liver diseases GGT elevation parallels that of ALP. بحالات الليفر ديزيز رح يكون ارتفاعه موازي لارتفاع الـ ALP، الـ ALP والـ GGT رح يكونوا مرتفعين مع بعض في حالات الليفر ديزيز. And in alcoholic liver disease GGT levels may be parallel to alcohol intake. يعني هلأ الإنزيم اللي بيكون أكتر خاصية أو أكتر حساسية في حالات إنه الشخص عم ياخد أو عم يشرب كحول اللي هو الـ GGT، فهو بيكشف لي إنه هذا الشخص عم يشرب كحول أو لا. لهون منوقف.
إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعطيكم العافية.